نظم متظاهرون مسيرات للاحتجاج على عنف الشرطة في مدن أمريكية مختلفة من نيويورك إلى دنفر، فيما انتهت مظاهرة ضخمة في بلتيمور سلميا بعد يومين من أحداث شغب أثارتها وفاة شاب أسود بعد إصابته أثناء وجوده رهن احتجاز الشرطة. ومسيرات الأربعاء هي الأحدث في سلسلة احتجاجات على ممارسات الشرطة للاستهداف على أساس عرقي واستخدام القوة المميتة، والتي أثارتها وفاة شبان سود غير مسلحين برصاص الشرطة في كليفلاند وفيرجسون بولاية ميزوري ونيويورك ومدن أمريكية أخرى. وألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على أكثر من 60 شخصا مع خروج المحتجين في مجموعات منفصلة إلى شوارع مانهاتن، مما أدى إلى تعطيل المرور في بعض المناطق. كما شهدت مدن بوسطن وهيوستن وفيرجسون والعاصمة الأمريكية واشنطن وسياتل ودنفر احتجاجات أصغر حجما، حيث ألقي القبض على عدد قليل من المتظاهرين. وفي بلتيمور بولاية ماريلاند وصلت مسيرة سلمية تضم ألوف المحتجين إلى قاعة البلدية، وجاءت المسيرة في ختام يوم من الهدوء في المدينة التي شهدت يوم الاثنين أسوأ أحداث شغب في عقود. وألقت الشرطة القبض على نحو 270 شخصا في بلتيمور منذ يوم الاثنين، منهم 18 يوم الأربعاء. ومع قيام الشرطة والحرس الوطني بدوريات في شوارع المدينة يوم الأربعاء، أعيد فتح المدارس واستأنفت المتاجر نشاطها. ويسعى المحتجون في بلتيمور للحصول على إجابات بشأن ما حدث للشاب الأسود فريدي جراي الذي توفي بعد أن تعرض لإصابة وهو رهن احتجاز الشرطة. ومن المنتظر أن تقدم الشرطة نتائج تحقيقها في وفاة جراي إلى ممثلي الادعاء يوم الجمعة، فيما تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا منفصلا في انتهاكات محتملة للحقوق المدنية في وفاة جراي. محمد مجدي، رويترز.